الايدنتيشن. انا عندي صندوق اسمه اتش تي ام ال، جواه حاجه اسمها هيد وحاجه اسمها بادي جواه. طب لو انا رجعتهم مفيش ايدنتيشن، وقمت على طول كده عامله كده، عملت كده كده، ايه معنى الكلام ده؟ معناه ان انت بتقول لي ان في بوكس اسمه HTML، احنا اتفقنا ان التاجز هي عبارة عن بوكسز، في بوكس اسمه HTML عندك، وفي بوكس اسمه هيد جواه شوية elements، وبوكس اسمه body جواه شوية elements، ليهم علاقة ببعض؟ لا، ده شكلا بس طبعا كمضمون عشان انت قافل ده في الاخر فهما جوه بعض، بس الشكل مش بيوحي بكده. طب ايه الفرق؟ يعني مش بتقولي ان كده كده هتشتغل؟ ايوه، ولكن الفرق هنا بيكون ان انت عامل حاجه اسمها كلين كود ولا عامل كود وخلاص. الكلين كود بيبقى افضل من حته ان الشخص اللي بعدك او اللي بيشوف الكود بتاعك بيكون فاهمه احسن. ده كده الحته بتاعه المسافات. في حته تانية، احنا واحنا بنكتب قبل كده كنا كاتبين فوق حاجه اسمها دوك تايب، اللي هي دوكمنت تايب، نوع الدوكمنت ده اتش تي ام ال. ليه برضو بنكتبها؟ بنكتبها عشان نعرفه ان الفيرجن من الاتش تي ام ال اللي احنا بنكتبها هي اتش تي ام ال 5. طب لو ما كتبتهاش عادي مش هتاثر كتير، تمام؟ بس انا بفكركم باستخدام. حد عنده اي سؤال يا شباب قبل ما نبدا في جزء جديد؟ لا شكرا. لا، تمام. هكتب في الهيدنج التايتل بتاعي اللي انا دلوقتي عرفنا ازاي بنعمله، وانتوا اصلا عملتوه لوحدكم مش محتاجيني. بعدين هقفل التايتل، هكتب جواه بقى اي حاجه زي مثلا ميديا ترين، لان الحاجات اللي احنا هناخدها النهارده يا شباب هناخد ازاي اني انا احط ايمج. لو خدنا بالنا كل الشغل اللي فات كان بيتكلم عن الكلام، تكتب كلمة تغير في شكلها وتحط عليها مثلا خط وهكذا. النهاردة هناخد ازاي تحط في الشكل عندك صورة، وازاي تحط صوت، وازاي تحط فيديو، تمام؟ في الأول طبعا أنا عملت هنا تايتل عشان شكلنا يعني يبقى كويس، وممكن هنا احط هيدنج اللي هو H1. الناس دلوقتي بقت اسرع في الكتابة ولا لسه زي الاول في كتابة لا الكود؟ لا بقيت أسرع جدا، بقى أسرع، مش بقى أسرع. هنحط image على سبيل المثال، مثلا هنقول image بس. ازاي بحط image؟ احنا اتفقنا ان كل حاجة في ال HTML عبارة عن ايه؟ عبارة عن تاج. التاج بتاع الايمج اسمه img، بس التاج بتاع الايمج ده فيه حاجة مميزة شوية. ايه هي الحاجة المميزة دي؟ ان هو ملوش قفلة، يعني قفلته هي لوحده كده، قفلته ان تعمل قوس تاني، ملوش closing tag. مش ده كده كنا بنسميه closing tag؟ الايمج ملهاش closing tag، بس بنكتب جواها حاجة اسمها src، يعني source، يعني الملف ده موجود فين. بعدين بقول له يساوي، وبحط السورس أو المكان بتاع الصورة بتاعتي. خلينا النهاردة عشان الوقت بتاعنا نتكلم بس عن الإيمج والباسس. نتكلم النهاردة عن الإيمج والباسس. في حد فيكم، في الناس الموجودة دلوقتي، تعرف يعني إيه باث؟ يعني إيه باث أو مسار أو سورس؟ الثلاثة دول ليهم نفس المعنى، حد يقول لي؟ سورس يعني مصدر. لا مش قصدي، قصدي في الكود، يعني انا ازاي اجيب الكود او قصدي السورس او الباث بتاع الصورة، بجيبه ازاي؟ مثلا نقول ايكوال ديسكتوب او داونلودز. تعالوا اوريك الاول، بس هعمل لكم شير سكرين. تمام، ده الكمبيوتر بتاعي. هاجي دلوقتي مثلا افتح الداونلودز، ونفتح صورة من الصور على سبيل المثال. الصورة دي
عايزه احط الصوره دي جوه الويب سايت بتاعي، ازاي بقى اقول للكمبيوتر الصوره دي؟ اعرفها له ازاي؟ ما بعرفهالوش، انا بقول له روح المكان الفلاني هتلاقي صوره، هاتها. روح المكان الفلاني، معنى كده ان انا محتاجه مكان. بجيب المكان منين بقى يا شباب؟ اولا تعرف بس بعيد عن الزحمه دي، في هنا شويه بيكتشرز كده. باجي عند الصوره اللي انا عايزاها دي مثلا، بضغط كليك يمين، وبعدين بضغط بروبرتيز. شايفين انا عملت ايه؟ باجي هنا عند سيكيورتي او الامان، اوبجكت نيم، باخده كله كوبي، باخد كل الكلام ده كده بعمله نسخ. تمام، اختاروا اي صورة عندكم في الجهاز اعملوا فيها الخطوات دي، عشان بس تفهموا يعني ايه باث، يعني ايه مسار، او يعني ايه مكان الصورة. عملنا كده يا شباب؟ يعني لسه ما جربناش لحد دلوقتي. بتجربوا؟ ما انا بقول جربوا. تمام. اعملها تاني؟ ايوه في حد محتاج ان انا اعملها تاني؟ انيمس. ايوه نيوز. تمام، بصوا يا شباب، انا بقف عند الصوره اللي انا عايزاها، بضغط كليك يمين. لحد هنا تمام؟ تمام. بنزل اختار اخر واحده خالص اللي هي بروبريتيز او خصائص. تمام، عملنا كده؟ تمام. ايوه. فتح لكم نفس الشكل اللي قدامي. الصمت ده فتحت ولا لا؟ ايوه. فتحت، حلو. بنيجي عند سيكيورتي او الامان، شايفين في فوق اهي جنرال وجنبها سيكيورتي، او عام وجنبها الامان. هنيجي عند الامان، هنيجي عند اول حاجه اللي هي اوبجكت نيم، اسم الكائن. لازم اخده كله كوبي من اول حاجه، من اول حرف خالص اللي هو بيكون سي او دي او غيره، اخده كله لحد اخر حاجه خالص كوبي اللي هي نسخ. كليك أي صورة وكليك يمين على طول. كوبي بس صورة البرمجة كليك يمين. صورة البرمجة والجامعة ايه؟ بتبقى ايه المشاكل اللي بتواجهكم؟ يلا كليك يمين. المشكلة اللي عندي كليك يمين. اللي عنده مشكلة. مفيش بس. لا بس عملنا كده، خدناها كوبي. المشكلة عندي إن أنا اه ما عنديش صور، طب أجيب صورة منين؟ يا نهار أبيض، ما عندكيش صور أصلا؟ يعني لما بتقفي هنا عند packages دي ما بيبقاش فيه ولا صورة؟ سيلكت نزلي بقى صورة من على جوجل أو من على واتساب، نزلي صورة من أي حتة اعملها داونلود. وهات الايه اللي تك اخدك انت روسي. ماشي يا نوران، قصدي ماشي يا يمنى، ولا انت مش اللي عندها مشكلة؟ وبعدين اخد كله كنترول سي. عملنا كده يا شباب ولا لسه؟ لسه يا مس. احنا يا مس خدنا كنترول سي، نعمل ايه بعدين؟ هقول لكم، نحط هنيجي هنا يا شباب في الكود بتاعنا، نفتح علامتين تنصيص ونتك بيست، نحط الباص بتاعنا او كنترول في على حسب انتوا شغالين ازاي. عملنا كده. هي الناس اللي ساكتة ساكتة وشغالة ولا ساكتة وخلصانة؟ انا بعمل، انا بس هدخل اجيب يعني هنزل صورة على الفيسبوك. ماشي، عملنا يلا بالله بجربها بجربها بجربها. مين لسه بيعمل؟ طب يا شباب يرفع ايده.
انا لسه بعمل، تمام. بس هنزل الصورة وخلاص. يعني بس انا لما حطيت الصورة ما ظهر ليش الصورة، يعني ظهر لي كأنها كفاية. ما عملناش اصلا رن، هوريك دلوقتي الرن الاول، بس ما ننساش عشان نقفل القوس. طيب تعالوا دلوقتي نعمل رن عشان الناس اللي خلصت. طبعا انا في الاول لازم احفظ الفايل، يعني لو حد فيكم ما كانش حافظ الفايل اصلا الجديد اللي احنا اشتغلنا عليه يحفظه الاول. ظهرت اهي، تمام. تيتشر معلش هسأل سؤال صغير، اتفضلي. ايوه احنا لما مثلا ندخل على جوجل ونكتب حاجة بنخلي بقى الصورة تتنزل ازاي على الداونلود؟ بتضغطي على، طب بصي بصي معايا، شايفة الشاشة بتاعتي؟ أنا هعملها قدامك يعني. ماشي، أكتب مثلا أي حاجة، أكتب كات وبعدين أجيب الصورة بقى. ويكيبيديا إيه، استنى أهي، هنجيب الإيمجز. أنت بتقولي إن أنت وصلتي عادل صورة ولكن الصورة مش عاجباكي. انا في حاجة غريبة ظهرت لي، بس ثانية بس الأول نشوف. مشكلة بصي، كنت بقف عند الصورة أهي، بضغط كليك يمين رايت كليك وبعدين بختار سيف إيمج أز، تمام. تمام. بعد ما اختار سيف إيمج أز اختار بقى المكان اللي انا عايزاه. انت مثلا عايزاه في الداونلودز فبتختاري فوق انها تبقى مكتوبة هنا داونلودز، بس كده. بعدين طبعا بتتكي سيف. انت تمام كده؟ خلاص كده اقفل. تمام. ماشي احنا عملناها حلو جدا. ياسين انت لسه عندك مشكلة؟ بس انا بتظهر لي كده على افتتح الكاميرا انت فاتح كاميرا بس قلبها. لا وريني الكود، وريني الكود. انت كده واخد الباص غلط، معنى اللي ظاهر لك ده ان استنى. الباص غلط. لا يا مس، في مشكلة فعلا بتظهر انه بيزنها بتاع حمرة كده، لازم تمسحها. ثواني بس عشان اشوف اللي انت عامله ده، تقريبا لازم اقفل الشير. ايوه مايك كده فعلا غلط، الباص ده متاخد غلط. وريني كده انت بتاخد الباص ازاي. أعمل هنا تمام، بس مش متاخد ده كله، ده كده مش كل حاجة. استنى بس عشان انت بتحرك. ايه. وريني، اقف كده، اقف عادي من غير ما تعمل لها سيلكت، اقف عادي وحاول تعمل ايه؟ بس تتحرك. اقف عادي عند الكلام ده وحاول تتحرك يمين كده او شمال يعني. سنة. ماشي براحتك.
مفيش ده بس كود. يعني ده كده اخرها. طب معلش ارجع لي تاني كده عند جنرال او عام. تمام وريني كده هي موجودة بقى فين. تمام اهي، بص هي فعلا ما كانتش متاخدة كلها. تعالى عند الموقع وخدوا كوبي. أنهي موقع؟ مش في كلمة الموقع اهي قدامك؟ سن ماشي. هي دي؟ انت الشاشة عندي وقفت، يعني انت الصورة عندك صورة. تمام شفتها شفتها. بعد ما هتاخد الموقع كوبي هتحطه هناك، وبعدين تعمل سلاش واسم الصورة اللي عندك. اسمها طبعا هتجيبه من الأمانة عادي، أو ممكن تجيبه من بره خالص من على اسمها اللي موجود بره عادي. شوف كده هتشتغل معاك ولا لأ. نعم يا نوران. انا عملت الصورة وكتبت الكود، بس مش عارفة انقل من الناحية التانية، يعني لما عارفة ايه؟ باجي اضغط عليه مش بيرد. مش سامعاكي كويس يا نوران. لا بقول يا ميس، انا عملت اخذت الصورة حطيتها، بس مش عارفة انقلها جوا الدكتور مش عارفة ايه، في صوتك امان. بعيد قوي. ثانية الو، ايوه كده الصوت واضح. ايوه لما باجي الصورة مش عارفة أحدد عليها بكليك يمين، يعني ايه مش عارفة احدد عليها؟ يعني مثل مش مستخدمة ماوس كليك يمين وكليك شمال، امال يعني الكيبورد العادي، شاشة لمسة الكيبورد. مش في تحت الكيبورد عندك في اللابتوب الباد اللي هي أيوة ماشي، اضغطي عليه كليك يمين. مش بيكون في زرارين كده، او حتى الباد نفسها ممكن تنزل لتحت. تمام تمام. بصوا يا شباب، بس اخر جزء هناخده قبل ما نقفل هو لو الصورة مش شغالة عندي، لو انا كتبت الباس غلط، لو مش عارفة ايه اللي حصل، لو انا نقلت الصورة من مكانها هيظهر للمستخدم زي ما ظهر مثلا قدامنا كده لما ياسين فتح، يظهر للمستخدم صورة كده مكسورة. طب ما هو انا مش عايز كده اصلا، دي مش حاجة حلوة ليا. ليه؟ لان المستخدم مش هيعرف ايه اللي موجود كده في الصورة. فبعمل دايما حاجة دايما تعملوها واسمها alt. alt يعني alternative، او حاجة بديلة. بتقول له ان الالت بتاعي البديل بتاعي انك تعرض كلمة this is a girl مثلا. كان موجود هنا الصورة دي صورة بنت، او كان موجود هنا صورة قطة. ليه؟ عشان في حالة ان انت ما عرفتش تشغل الصورة هيظهر this is a girl. طب بص انا دلوقتي هعمل run. هنقول ثواني بس انا بتكلم، هنقول هنا فين كلمة this is a girl، مش هنلاقيها موجودة أساسا. ليه؟ لأن الصورة ظهرت ومفيش مشكلة. مش طب لو بيتهيألي، نعم هو مش المفروض يمثل حصة اوكي. لو أنا عملت حاجة غلط مثلا، نسيت من هنا حرف، حرف هو واحد بس نسيته، حرف الاس مثلا، فطبعا كده الكمبيوتر او البرنامج لما يجي يدور على الصوره مش هيلاقيها لان انت قايل له مكان غلط. فتعالوا هنا نعمل run. هتلاقيه في الحاله دي عرض لي الصوره المكسوره ان هو الصوره مش شغاله، ولكن كان موجود فيها this is a girl، او كان موجود فيها بنت. يا ميس انت في حاجة ظهرت، يا ميس الرن ما ظهرش، انا مش سامعه لان انتوا بتتكلموا كلكم سوا. الرن ما ظهرش يا ميس، الرن ما ظهرش، ايوه الرن ما ظهرش. الرون ما ظهرش عندكم. طب ثانيه واحده،
انا خلاص نزلت الصورة بقى، عايزة باخدها كل ما اخدها كوبي ما واحطها ما تظهرش. يبقى انت كده واخداها غلط، يعني مش نقلها كلها، حاولي ان انت تنقليها رن كلها. زهر مش انا تنقلي الكلام رن زهر كده الرن ظاهر. تمام. طيب بصوا، لو انا شلت حرف او كتبت حاجة غلط هعمل لكم رن تاني اهو. كده هو دور على الباث او دور على المكان ما لقاهوش، فعرض لي الالت او الالترناتيف، عرض لي النص البديل. تمام يا شباب؟ تمام. حاول في دي في البيت، ده اللي مطلوب منكم، ان انتوا اللي عايز يا جماعه ياخد سكرين شوت ياخد. عايزه اقول لكم حاجه، اللي عشان بس نتاكد من ان الباث بتاعنا صح ولا غلط، هنا لازم يبقى موجود في الاول سي اللي هو اسم البارتيشن اللي موجوده جواه، بعدها موجود يوزرز، بعدها موجود كذا، بعدها موجود كذا. تمام 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 لو موضوع ان انت ضغطت كليك يمين واتكيت على الامان ما اشتغلش معاك او نقلها غلط، بتيجي هنا بتتك على جنرال، بتنقل من هنا الاول اللوكيشن او الموقع، بتنقله الاول كوبي بالشكل ده، انا بوريكم بس دلوقتي بنقله بالشكل ده كوبي، وبعدها بنقل الجزء اللي فاضل لي اللي هو الجزء اللي بعد باكتشرز. بص انا هنا نقل لي لحد باكتشرز، اجي هنا انقل الجزء اللي بعد بيكتشرز اللي كان موجود جوه الامام. اداني نفس تمام. الحاجه اللي انا ايه التاسك ايه؟ التاسك، ان انت هو ده اللي انت تعمله، انت تعرض صوره بالالترناتيف بتاعها بس كده. تيتشر طب يا مستر، الحاجة اللي حضرتك اديتها لنا في أول حصة وقلت اللي لنا ما إن احنا بعتهاش هيبعتها نعمل، برضو عشان ياخد درجته، اللي ما بعتهاش يبعتها، التاسك اللي ما بعتهاش يبعتها يا شباب ضروري. أحمد طب كان ايه يا فاضل مستر؟ لك حتة، ويمنى كان فاضل لك برضو حاجة ليها تعديل، وآدم ما كنتش لسه سلمها، ايوه سلم وابعت. ماشي. طب ايه مس اكبر مدة الارسال يعني؟ يعني ما نعديش المدة بتاعة الارسال لو بعت كمان ساعة مش هتتحسب لك أساسا، تمام يعني آخرك الساعة 8. تمام؟ تمام يلا يا شباب مع السلامة. لسه انا يعتبر عملته